انا منزل فيديو مثل ما هو، حتى باخطاء وبكل شيء فيه مثل ما هو. خليك معي بعد سنة. الدرس بيحكي عن، هو الدرس اسمه درس القوى، انا رح اختصره على صفحه رسام وبعث لكم اياه، وبعدين بلش نحل تمارين. اصفاف عبد الرسام اذا بيضايقنا او لا. كويس. شو تعريف القوة بالأصل؟ أنا وقت يكون عندي X ضرب X ضرب X ضرب X N مرة، فبقول X بالقوة إيش قد؟ بالقوة N. تمام؟ هاي الملاحظة رقم واحد. أنا إذا كان عندي X بالقوة N ضرب X بالقوة Y، يعني عندي نفس الأساس اللي هو X، ففيني أجمع الأسس، صح؟ لك. إذا كان عندي نفس الأس ولكن الأساس مختلف، فبقدر طالع الأس لبرا بهذا الشكل. تمام؟ راح ناخذ أمثلة هلا. أربعة، إذا كان عندي قوتين بأساسين متشابهين، شو بعمل؟ بطرح، فين أطرح. وإذا كان عندي X بالأس N على Y بالأس N، شو فيني طالع هذا الأس؟ فيني طالع لبرا. دائما القوة السالبة هي عبارة عن مقلوب، ولا تعني أبدا أنه هذا العدد سالب. العدد ما سالب، العدد ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب، بس وين موجود؟ موجود في المقام، موجود في المقام. سبعة، إذا كان عندي أس كسرة، فهذا الكسر هو عبارة عن جزر من الدرجة، من درجة المقام، من درجة المقام. لو كان عندي قوة بهذا الشكل، فهذا بيكون جزر من درجة المقام وقوة من أي درجة؟ من درجة البسط. تعال ناخذ أمثلة جميلة على هي التمارين الجميلة. لا خلينا نكفي أول شيء. تسعة، والله سكر الباب من جنب، الشباك من جنب. تسعة، شو بدنا نخترع لسه قوانين؟ إذا كان عندي X بالأس N بالأس M هي نفسها X بالأس N M، هي نفسها X بالأس M بالأس N، ضرب تبديلي. تمام؟ وهي راح تستخدمها كثير. طب خلينا ناخذ أمثلة على كل وحدة من هدول. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 هي 2 بالأس. 2 ضرب 3 2 7 شو بتعطيني؟ 2 بالأس 10. 2 بالأس 3 ضرب 3 بالأس 3 6 بالأس 3 طلعت 3 لبرا. 2 بالأس 7 تقسيم 2 بالأس 9 2 أس ناقص 2، صح؟ يعني طرحت 7 ناقص 9 ناقص 2. 2 بالأس 3 على 5 بالأس 3 هي 2 بالأس 5، وهذا كله بالأس 3. 7 بالأس ناقص 1 هي 1 على 7. 2 بالأس 1 على 3 هي جزر التكعيب لمين؟ لاثنين. لنفرض انه عندي 7 بالأس 2 على 5، شو هي معناتها؟ سبعة للتربيع الجزر الخامس، صح؟ هون لنفرض انه عندي 2 بالأس X وهذا كله بالأس 3، هو نفسه 2 بالأس 3X، هو نفسه 2 بالأس 3 بالأس، هو نفسه 8 بالأس X، هذول كلهم واحد وكلهم راح استخدمه. تمام؟ هاي الصفحة جميلة جدا، راح ابعث لكم اياها.
راح احل لكم بهي الصفحه، الصفحه 98 راح احل كل التمارين صاحبه الارقام الزوجيه، وانتم بتحلوا الباقي تمام بالبيت بعد اذنكم. حلوه، نبدا. كام 2 بالاس اكس عندي هون؟ هون عندي 3 صح؟ هون عندي وحدة، شو صار مجموعهم؟ 4 صار. برجع بعيد، كام 2 بالاس اكس عندي هون؟ مضروب بكم؟ عندي منها 3، وهون مضروب بكم؟ بواحد، شو صاروا؟ 4. هلا بقسم على 4 بيطلع معي 2 بالاس اكس شو بتساوي؟ 8، معناتها اكس ايش قد؟ 3، صعبة؟ لا. اللي بعده كام 2 بالاس اكس عندي هون؟ 4 ضرب 2، عفوا 2 بالاس 4 صح؟ خليك معي بعد اذنك. الاربعة هي 2 بالاس، 2 ضرب 2 بالاس 4، يعني 2 بالاس 6. شو يعني 2 بالاس 6؟ 64. السؤال السادس، مين هو القيمة المشتركة بين 5 بالاس اكس زائد 1 و2 ضرب اكس 5 بالاس اكس وناقص 3 ضرب 5 بالاس اكس؟ من هو العدد المشترك هون؟ 5 اس اكس. تعال نطالع 5 اس اكس لبرا. وقت بطالع 5 اس اكس شو بضل؟ يضل 5، يعني 5 بالاس 1 5 زائد 2 ناقص 3، وهذا كله شو بيساوي؟ 20 صحيح؟ 5 زائد 2 7 ناقص 3 4، يعني 4 ضرب 5 بالاس اكس بتساوي 20، يعني 5 بالاس اكس شو بتساوي؟ 5، يعني اكس ايش قد؟ 1. حد عنده سؤال؟ صفى فهمتيه؟ مين عمرو؟ عمرو عوض؟ غايب. غايب؟ محمود زغرب؟ عشان احفظ اسماء بس زمان بحفظهم. مهدي، انت مهدي، مهدي خليك معي ندور على اسمك يا زلمه. حفظت عبد الله وحفظت امير وحفظت رحيمه وحفظت رينان وشهد وملك وشهد شهد وملك وعائشه وصفا بيان شوي سعد وانس ادهم. اه خلصت عمر. لا نسيتها، لكن ذاكرته ضعيفة كثير بالاسماء، بالاسماء ذاكرته ضعيفة لابعد الحدود كثير كثير. اهلين محمود، انا عندي مشكلة بالاسماء بصراحة كثير. يلا بحفظ كل شيء الا الاسم ما بقدر احفظه. شو كنا عم ناخذ زوجة صح؟ شو بتقترح علي اقتراح مشان هذا التمرين الجميل؟ 3 اس ناقص اكس لو طلع كفوق يا انس شو بتصير؟ تصير 3 بالاس اكس صح؟ تصير 3 بالاس اكس تساوي 45. كم 3 بالاس اكس عندي هون؟ وحدة، وهون 4 شو صاروا؟ 5، شو بتساوي؟ 45. معناتها 3 بالاس اكس بتساوي 9، معناتها اكس ايش قد؟ 2، لانه 3 بالاس 2 9 صح؟ اللي بعده مين المشترك هون؟ 6 بالاس اكس، راح يطلع 6 بالاس اكس لبرا، شو بضل معي هون؟ 36 صح؟ فورا، يعني 6 بالاس 2 36. شو راح يطلع معي من هون؟ 2، ومن هون مين بيعرف؟ 18 برافو. هون يضل عندي، راحت هي، يضل عندي 6 ضرب ناقص 3 18، شو بتساوي؟ 36 ناقص 18 18 زائد 2 20 صح؟ معناتها رح يصير معي 20 ضرب 6 بالاس اكس شو بتساوي؟ 20. بتروح ال 20 مع ال 20 شو بضل معي؟ 6 بالاس اكس بتساوي؟ مين هو العدد اللي بحطه فوق ال 6 بيعطيني 1 هو الصفر؟ اثناش. مين بيعطيني اقتراح؟ العدد. نفصل السالفة، نخلي فوق عندنا 3 زائد 2 نطلع 3 فوق 3 زائد 2 3 زائد 2 3 اكس في 3 في 3 اكس 9 على 3 زائد 4 5 3 اكس حكيت شغلي خملتك
توقعت انك وصلتي على الحل بس بعدين ضوعتيني. بس رجعي كفي فكري شو اضرب بثلاثة. لا ما بضرب بشيء. ليش اضرب؟ شوفي شو فكر. ال 54 بالنسبة لكم المفروض ال 54 بس شفتوها تتذكروا انه هي 2 ضرب 27. من هي 27؟ هي 3 بالأس 3. هذا العدد اللي انت قلتي وانا خملت انه توقعتي. وهون عندي هي 3. من هي هي 3؟ 27 صح؟ معناته عندي شيء مشترك هون. مين هو؟ 27 3 بالأس 3. وقت بطالع من هون 3 بالأس 3 يعني بطالع هي شو بضل؟ 3 اكس زائد 2 صح؟ 3 اكس زائد 2 لانه طلعت كل ال 27 لبرا شو ضل جوا؟ ضل 2. بنروح هدول مع بعض شو بضل معي؟ 27. اتفقنا؟ مين هو المشترك هون في البسط والمقام؟ 2 بالأس اكس. لو طالعت 2 بالأس اكس شو بضل معي هون؟ 2. وشو بضل معي هون؟ 1. لو طالعت من هون 2 بالأس اكس 2 أس ناقص 2 أس ناقص 1 شو يعني؟ 1 على 2. ومن هون شو بضل؟ 2 بالأس اكس بروحه شو بضل معي هون؟ 1 على نص زائد 1 1 ونص 3 على 2 شو بتصير؟ 2 على 3 صح؟ هذا تمرين فردي. ليش حلينا؟ حل الزوجي. كم 2 بالأس اكس عندي هون؟ مين بيعرف شو فيني اكتب بداله من هدول؟ 4 2 قوي 4 اكس. منين طلع معك 2؟ 2 أس 4 اكس صح؟ لأنه ضرب القوى جمع الأسس اكس زائد اكس زائد اكس 4 اكس على هون على 4. اعطيني جواب سريع يلا تطورنا. 4 اكس جواب سريع صح؟ كفي بعقلة. 2 اكس زائد 2 صح؟ انا عندي هون هذا 4 ضرب 2 بالأس. مين هي الأربعة؟ 2 أس 2 اكس. معناته هون 2 بالأس اكس زائد 2. انت بالامتحان لازم تكون سريع. هذول بعقلك لازم تكون 2 هلا اضربهم ببعض هيك صار عندي 2 أس 4 اكس شو بيساوي؟ وقت بدي اضرب ب 2 يعني هي بتصير اكس زائد 3 يعني ضف لواحد صح؟ هلا صار عندي معناته 4 اكس تساوي اكس زائد 3 يعني اكس بتساوي 1 صح؟ نحل اخر واحد مو مشكله. مين هو المشترك فوق؟ 6 بالأس 68 فرق. وقت بتطالع 6 بالأس 68 1 وهون 6 وهون 6 وقت بتطالع 6 بالأس 69 من تحت بضل 1 وهون بضل 6 وهون شو بضل؟ 36. شو بصير فيهم هدول؟ بيروحوا بضل معي 6 بالأس 68 على 6 بالأس 69 قسمة القوى طرح الأسس 1 على 6 أو 6 أس ناقص 1 تمام؟ هاي خلصنا صفحة 68. الصفحة اللي بعدها نحن راح نناقش موضوع انه اذا كان عندي عدد سالب وتكون فوق اس زوجي شو بصير فيه؟ بصير موجب. بس كمان من هون راح نختار مجموعة التمارين. نختار كمان شو اخترنا مش عدد زوجي؟ نختار العدد الزوجي. خليك من حجزنا. سالب 1 بالأس 100 شو بيعطي؟ 1 لأنه هذا السالب بيروح والواحد بالأس أي أس بضل 1. سالب 1 بالأس 303 شو بيعطي؟ سالب 1.
سالب سالب واحد من أس 23 سالب واحد ناقص واحد بيروح وسالب سالب واحد شو بيعطي واحد. السؤال الرابع أي عدد بالأس صفر شو بيعطي واحد ناقص اثنين للتربيع أربعة وفي ناقص ناقص أربعة ناقص ثلاثة للتربيع تسعة وفي ناقص ناقص تسعة خمسة بالأس صفر واحد وفي سالب سالب واحد وفي ناقص زائد واحد صح؟ طلع الجواب ناقص 11. السؤال السادس سالب واحد بالأس الفردي شو بيعطيني؟ سالب واحد. شوف واحد بالأس 32 هي واحد وفي سالب سالب واحد وفي سالب زائد واحد. هون عم بيحاول يخليك تخربط بين ناقص واحد بأس 32 وناقص واحد بأس 32. هون شو الجواب؟ بس هون شو الجواب؟ سالب واحد. واحد بالأس ناقص واحد 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 بالأس ناقص واحد هو واحد على واحد 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 بالأس أي عدد هو واحد وفي ناقص شو بتعطيني؟ سالب واحد. يروح الواحد مع السالب واحد شو يضل؟ يضل واحد. اتفقنا؟ اثنين بالأس ناقص اثنين شوف اثنين أس ناقص اثنين هي واحد على اثنين بالأس اثنين هي واحد على مع تسالب واحد أربعة صح؟ وثلاثة أس ناقص واحد واحد على ثلاثة. اثنين أس ناقص ثلاثة واحد على ثمانية صح؟ معي؟ مين هو المقام المشترك لهذه المقادير الجميلة؟ 24. شوف شلون بوحد بسرعة بضرب هاي بستة شو بتصير؟ ناقص ستة. وبضرب هاي بثمانية وبضرب اللي بعدها بثلاثة على 24. يعني هاي شد ناقصة حتى تصير 24 ستة وهي شد ناقصة 8 وهي شد ناقصة 3 ضربتهم بالمقام طلع معي 5 على 24. اللي بعده العاشر هلا هون ايوه ما راح اقدر بدي اقلبها انا صح لانه في سالب بس لحتى اقلبها لازم ما يكون في عندي هذا الشكل المركب لاني ما بقدر اقلبها هيك لانه الاشاره بيناتهم مثل ما اتفقنا سابقا شو هي؟ زائد فما بقدر اقلبها لانه انا اذا كان عندي اكس زائد واي بالاس ناقص واحد شو فينك تكتبها هي؟ ما فينك تكتبها الا واحد على اكس زائد واي يعني ما بتنقلب واحد على اكس زائد واحد على واي ما بصير غلط فاثنين ضرب اثنين اربعة زائد واحد هي خمسة على اثنين وفي سالب شو بتصير؟ اثنين على خمسة للتكعيب صح؟ هذا الناقص ثلاثة بتوزع على الخمسة وعلى اثنين أس ناقص واحد وقت بتوزع على الخمسة شو بيعطيني؟ أو إذا بدك تعرف خلينا نشتغل بنفس هذا النمط خمسة ضرب اثنين أس ناقص واحد شو بتنكتب؟ مين بيعرف شلون تنكتب هاي؟ خمسة خمسة على اثنين صح؟ معناتها هون شو صار عندي؟ هي خمسة على اثنين بس في سالب شو راح تصير؟ اثنين على خمسة بالقصة شو قال؟ بالقصة ثلاثة وهذا الشيء راح يسمح لي انه شو اعمل فين هدول؟ روحوا مع بعض صح؟ واحد ضرب ثلاثة ثلاثة وزائد واحد أربعة على ثلاثة فينا اكتبها ثلاثة على أربعة القص ناقص أربعة اثنين أس ناقص أربعة شلون تنكتب؟ هي واحد على اثنين بالأس أربعة شو يعني اثنين؟ خليه واحد ثلاثة للتربيع تسعة وأربعة للتربيع ستة عشر ناقص اثنين بالأس أربعة ستة عشر بالأس أربعة ستة عشر صح؟ هيك أربعة على فكرة هذا أحد المقادير الشهيرة اللي لازم تحفظه أربعة بالأس اثنين هو نفسه اثنين بالأس ممكن يجيك بالامتحان في أحد التمارين
من هو المقدار؟ x بالأس y تساوي y بالأس x، هو 2 بالأس 4 و 4 بالأس 2، ما في غيره. x بالأس y تساوي y بالأس x، هو 2 بالأس 4. بكل الأحوال 9 ناقص 16 8 على 16، شو يعني 8 على 16؟ 1 على اثناش. أي عدد بالأس صفر شو بيعطي؟ واحد. ناقص اثنين بالأس أربعة شو اتفقنا يا شاهد؟ ناقص اثنين بالأس أربعة شاهد؟ هلا قلنا اثنين بالأس أربعة 16، وفي ناقص 16. هذا يعني عندي مشكلة، يلا خلينا ناقص. هون في عندي ناقص مشكلة. هذا السالب مع هذا السالب شو راح يعطيني؟ موجب. ناقص 3 بالأس 2 أو 3 بالأس 2 9، وفي ناقص شو بتصير؟ ناقص 9 صح؟ صار عندي ناقص 8، يعني 1 ناقص 9 زائد 32 شو بتعطي؟ 24. آخر تمرين زوجي، أول شغلة راح أعملها شوف شو راح أعمل. هذا السالب بروح ولا بيضل برأيكم؟ بيروح. شوف خلينا نتفق على معلومة. أيوة بالضبط. 2 على 3 هي عدد زوجي، بتقسم على 2 صح؟ بتقسم، وبالتالي هذا المقدار يعني البسط، شوف البسط مرتبط بالقوة صح؟ اتفقنا، مو بالجذر. فبالتالي هون في عندي تربيع، معنات هذا السالب شو بصير فيه؟ هذا السالب بيروح. هلا 1 على 8 شو بتنكتب؟ 1 على 2 بالأس أو 2 بالأس ناقص 3، معناتها هي راح أكتبها 2 بالأس ناقص 3 على ناقص 2 بالأس أو ناقص 2 على 3 ناقص 9. شو بتنكتب؟ 3 على 2 3 صحيح؟ هلا إذا كان عندي قوتين فوق بعض أو قصين فوق بعض شو بعمل فيهم؟ بضربهم. وقت بدي أضرب ناقص 3 بتروح مع الناقص 3 شو بيضل؟ 4 صح؟ وقت بدي أضرب هون 2 و 2 شو بصير فيهم؟ بيروح وبيضل 3 بالأس 3 من هي؟ 27 يعني ناقص 23. فأنا أتعرف عليهم بالبيت عشان تكونوا سريعين فيهم، حاولت أكون بطيء قدر الإمكان. الملاحظة اللي شرحناها قبل شوي وتذكروا تحكينا إذا كان عندي أس فردي شو بتعمل؟ بس بتشيل الأس، موضوع جدا بسيط. بس إذا كان عندك أس زوجي يطلع عندك كم حل؟ يطلع معك حلين، بعت لكم إياها على الواتساب. قلنا إذا كان عندي X مربع تساوي Y مربع شو الحل بيكون؟ X تساوي زائد ناقص Y. أما إذا كان عندك X مكعب تساوي y مكعب، معناتها x شو تساوي؟ تساوي y. تعال نبدأ حل التمارين أصحاب الرقم الزوجي. هذا الأس، أول شيء بنظر للأس، الأس فردي ولا زوجي؟ الأس فردي. فورا بقول x ناقص 2 شو تساوي؟ 3x زائد 4. نقول x للطرف الثاني صار عندك كام x؟ 2 اكس. بنقول 4 صارت ناقص 4 يعني ناقص 6، يعني اكس ايش قد؟ ناقص 3. هذا السؤال، هذا لانه الاس فردي. اما لو كان الاس زوجي، تعال نشوف هذا التمرين. فشوف شو بعمل، باخذ 5 اكس ناقص 2 تساوي اكس زائد 4، وباخذ 5 اكس ناقص 2 شو تساوي؟ ناقص اكس ناقص 4. باخذ جوابي مقدارين، بنقول x لهون بصير عندي كام x؟ 4x شو بتساوي؟ 6، معناتها x بتساوي 3 على 2. باخذ الناقص x لهون بصير معي 6x شو بتساوي؟ ناقص 2، معناتها x بتساوي ناقص 1 على 3. طلع معي كم جواب؟ جوابين، واحد سالب والثاني موجب. الثالث نفس الكلام نفس المنطق، 2x ناقص 1 بتساوي x، و2x ناقص 1 شو تساوي؟ ناقص x.
لا مو بس هيك، يعني انا اعطيت درس امبارح فما صار، انا خمت ان الموضوع انتهى انه انحلت، فجيت فاجأتها لا رجعت مرة ثانية. يعني انا خلاص اذا بضل هيك شو بدي اعمل؟ بدي اصير اعملهم كلهم بدي اف، يعني كلهم بدي احول الصور، هدول صور مشان هيك عم يعمل مشاكل. مو في شيء عم يعمل مشاكل البدي اف بسوي لا هيك، اذا كان عندك كتاب بدي اف بس كتب اليوس هيك. هلا هي الصورة شو وضعها؟ هو غالبا مو هدول كتب محميين، يعني في لهم شركة بتحميها، فهي عملتهم هيك. كل احوال وين كنا نحن؟ 2x ناقص x تساوي x، و 2x ناقص 2x ناقص 1 تساوي x، و 2x ناقص 1 تساوي ناقص x. نقول الاكس للطرف الثاني شو بصير معي هون؟ x تساوي الواحد، ونقول x لهون بصير 3x بتساوي الواحد، معناتها x شو بتساوي؟ واحد على ثلاثة. هلا الكل نفس المنطق، كفي حل البيات. هون الأس عندي زوجة ولا فردة؟ فراح يطلع عندي كم حل؟ حل واحد. نقول 3x الطرف الثاني يصير معك كم x؟ x وحدة، ونقول هي لهون يصير معك ناقص 5. صعب؟ سهلات ما؟ كفوا البيات يمكن اشوف الزوجيات. كفوا. سهلات كفوا. هات يوم ملا خلصتون؟ خلصت مهدي؟
خلصين العشرة؟ يلا. ننتقل لفكرة جديدة بعد إذنكم. ننتقل لفكرة جديدة. خليكم معي. لو كان عندي X بالأس Y تساوي الواحد. شو الاحتمالات اللي عندي لهي المعادلة؟ الاحتمال الأول إنه Y شو تكون؟ صفر. الاحتمال الثاني انه اكس شو تكون؟ واحد. الاحتمال الثالث صفر صفر. لا صفر صفر على متعين، بالعكس هو مشكله بدنا نشيلها هلا. اكس واحد على سالب اكس سالب واحد وواي زوجي صح؟ خيارات الثلاثه إذا كان عندي X في Y تساوي الواحد، إما تكون Y صفر لأنه X في الأس صفر شو راح يعطيني؟ إما يكون X واحد والحالي واحد بالأس أي عدد شو بيعطي؟ واحد، أو X ناقص واحد وواي شو؟ زوجي. في عندي مشكلة لازم انتبه لها، وقت بتكون Y صفر ما لازم تكون X صفر، لأنه صفر بالأس صفر هو عدم تعيين، يعني هو مشكلة ما له حل. تمام؟ فأنا في عندي شرطين، أو أسهل وحدة فيهم إنه X تساوي الواحد بنخلص. بعدين بتقول إنه Y تساوي الصفر، بعد ما تحل تتأكد إنه X ما بتساوي صفر، إذا كانت بتساوي الصفر بترفض الحل. وتحت بالتالي بتقول X تساوي ناقص واحد وبتتأكد إنه الأس شو راح يكون؟ زوجي، إذا كان فردي كان ترفض الحل. تمام؟ فخلينا نحل شوية تمارين جميلة. الأعداد الزوجية. هلا الأساس اللي ما في X ما في مشاكل، يعني هون فورا بتقول X زائد 7 شو بتساوي؟ تساوي الصفر، معناتها X شو بتساوي؟ ناقص 7، صحيح؟ هذا التمرين يعتبر تمرين سهل. وين المشاكل بتصير؟ تصيب هذا التمرين مثلا، التمرين السادس، خليك معي، خلينا نناقش الأفكار. هذا حتى هذا سهل. 3x ناقص 2 شو بتساوي؟ تساوي الواحد، معناتها 3x شو بتساوي؟ 3x شو بتساوي؟ الواحد. ليش؟ لأنه ما في عندي x بالأساس وبالأس بنفس الوقت. التمرين العاشر. اولا لازم يكون اول حالة حكيناها x ناقص 2 تساوي، اذا كانت x ناقص 2 تساوي الواحد معناتها x شو تساوي؟ 3. هي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يكون 2x شو بيساوي؟ الصفر، معناتها x شو بتساوي؟ صفر. ولكن اذا كان x يساوي الصفر هنا، فلازم اتاكد انه الاساس ما بيساوي الصفر. تعال نتاكد، اذا كانت اكس صفر هل الاساس راح يكون صفر؟ لا. اذا كانت اكس صفر الاساس شقد؟ ناقص 2. مقبول. 3 انه يكون الاساس فردي، والحاله اكس شو تساوي؟ واحد. بعد ما اتاكد انه الاساس عفوا سالب واحد، بعد ما اتأكد انه الاساس سالب واحد يعني اكس واحد، تعوض فوق. هل هذا المقدار زوجي او فردي؟ اكس واحد المقدار زوجي، صح؟ اصلا المقدار دائما زوجي. فهدول الثلاث حلول، الثلاثة مقبولين، ما عليهم مشاكل. طلع معي كم حل؟ ثلاث حلول.
12. يلا نناقش اول شيء انه يكون اكس زائد 5 شو بتساوي؟ الواحد معناته اكس شو بتساوي؟ ناقص 4. 2 انه يكون اكس ناقص 2 شو بيساوي؟ 0. يعني اكس شو بتساوي؟ 2. وقت بصير هيك بيجي بتاكد هل المقام هو الاساس يساوي 0؟ لا معناته مقبول. 3 انه يكون اكس زائد 5 بيساوي ناقص 1. يعني اكس شو بتساوي؟ ناقص 6. تعال نعوض هون، ناقص 6 ناقص 2 شو بيعطي؟ ناقص 8. ناقص 8 زوجة ولا فردة؟ زوجة، مقبول. معناته هدول الثلاث حلول مقبولين. اللي بعده 14. يلا اول شيء لازم يكون 2x ناقص 3 شو بتساوي؟ تساوي الواحد، صح؟ معناته 2x شو بتساوي؟ 4. معناته x بتساوي 2. هذا الحل الاول. الحل الثاني يكون 2x ناقص 3 بتساوي 0، معناته x بتساوي 3 على 2. ولكن لازم اتاكد انه المقام او انه الاساس ما لازم يساوي الصفر. مش المفروض اللي x ناقص 2 تساوي صفر؟ هي الاساس 2 x ناقص 2 تساوي الصفر، معناته x شو تساوي؟ تساوي 2. لازم اتاكد انه الاساس ما بيساوي الصفر بهي الحاله. اصلا كل احوال نحن اخذينه، بس عندي خطر انه يلتغى هذا الحل اللي احنا اخذناه. 2 ضرب 2 4 ناقص 3 1 مقبول لساته نفسه. هلا الاحتمال الثالث انه يكون 2x ناقص 3 شو بيساوي؟ ناقص 1. معناته 2x شو بتساوي؟ تساوي 2. معناته x شو بتساوي؟ 1. بعوض هون، 1 ناقص 2 ناقص 1 فردي ولا زوجي؟ فردي مرفوض، مو مثل قبل شوي كان زوجي. فطلع عندي حل وحيد، من هو؟ هو 2. ملاحظة كتير مهمة، إذا كان عندي 2 بالأس X تساوي 3 بالأس Y و 2 بالأس M تساوي 3 بالأس N، أنا بقدر أخذ X على M تساوي Y على N. يعني بأخذ دول مع بعض، X على M و Y على N، بأخذهم فوق بعض. أيوة نفس الشيء. خليك X على M تساوي Y على N. نحل التمارين الزوجية كمان هون، وفرديات ووظيفي. هون 5 بالأس X 6 بالأس 4 ما في مشاكل، هدول راح زبطهم. هون بنكتب عندي 5 بالأس 15 و 6 بالأس مش قاد 6 Y، بس يعني حطيتهم جنب بعض. صير عندي X على 15 شو تساوي؟ شوف اخذت x على 15 بتساوي 4 على 6 y، صحيح؟ هلا اضربهم ببعض، 6 x y شو بتساوي؟ 15 ضرب 4 60، معناتها x y ايش قد؟ 10. شو الفائده من هذا التمرين؟ بس يرجيك انه انت ما فينك تاخذ فورا x على 6 y تساوي 4 15، لا لازم تحطهم تحت بعض، يعني الخمسه لازم تكون تحت الخمسه والسته تحت السته. الرابع هون عندي 5 واي بس هون عندي 25 اكس، شلون بحول 25 ل 5؟
خمسة أس اثنين إكس، برافو عليكم. خمسة أس اثنين إكس تساوي سبعة ثمانية، وخمسة أس واي شو بتساوي؟ سبعة على أربعة. هلأ فيني أخذ سبعة إكس على واي شو بتساوي؟ نجيب السبعة. اثنين إكس على واي شو بتساوي؟ ثمانية على أربعة. شو يعني ثمانية على أربعة؟ يعني اثنين. يعني 2 اكس على واي بتساوي 2. قسم على 2 لانه شو بده مني؟ بده مني فقط اكس على واي، فبقسم على 2 يعني بشيل هاي 2 وبحطها تحت 2. شو بطلع الجواب؟ 1. السادس اكس على كم؟ اكس على 9 شو بتساوي؟ 4 على اكس. بضرب ضرب تقاطعي معناتها اكس مربع شو بتساوي؟ 36 معناتها اكس شو بتساوي؟ 6. أنا لو كان عندي واحد على اثنين بالأس ثلاثة، واحد على اثنين بالأس أربعة، مين أكبر؟ الواحد على اثنين بالأس ثلاثة هي واحد على، والواحد على اثنين بالأس أربعة هي واحد على 16، مين أكبر؟ معناتها رح أحفظ قاعدة، إذا كان الكسر أصغر من الواحد فكل ما حطيت أس كبير شو بصير فيه؟ بيصغر أكثر. وإذا كان الأس أكبر من الواحد فلا، بهالحالة هاي الأس الكبير هو هو الأكبر. تمام؟ فأنا لازم انتبه إذا كان في عندي المقدار اللي عطيني إياه أكبر من الواحد ولا أصغر من الواحد عشان أقدر أقارن بشكل جيد. رح نحل من هون الأعداد الزوجية وناخذ استراحة بعدين 10 دقائق. هذول المقادير الاكس والواي والزي، يعني الواحد على ثلاثة اكبر من الواحد ولا اصغر؟ اصغر من الواحد، معناتها كل ما انكبر الاس بيصغروا، صح؟ معناتها من هو اصغر واحد فيهم؟ زي. بعدين يي، بعدين اكس. اتفقنا. طبعا لو كانت المقادير سالبه كل شيء حكينا عنه ينعكس. تعال نشوف هون، شوف شو حكينا، إن إذا كان العدد الكسر أصغر من الواحد فالكسر الأس الكبير بيكون هو الأصغر، صح؟ مين أكبر أس بين هدول؟ ثلاثة، معناتها إكس هو أصغر واحد، صح؟ مين الأكبر اللي بعده؟ الواي، بعدين آخر شيء مين؟ بعدين الزي. راح نحل التمرين الخامس تجاوزا لأنه هذا فكرة جديدة راح يمرق معكم بالتمارين. مين بيعطيني فكرة الحل هون؟ يعني عش أجزه. مين هو الشيء المشترك بين 28 و 42 و 56؟ 8. لا مو 8. 7. 14. 28 و 42 و 56 المشترك بيناتهم مين هو؟ 14. يعني بمعنى آخر هذا بينكتب 5 بالأس 2 بالأس 14، وهذا 3 بالأس 3 بالأس 14، وهذا 2 بالأس 4 بالأس 14، صح؟ لأنه كلهم صار في عندهم 14 فبكل بساطة شيل 14 بالمقارنة. هلأ 5 بالأس 2 25، 3 بالأس 3 27، 2 بالأس 4 16. مين أكبر واحد فيهم؟ ب، اللي بعده 25 آه، واللي بعده جي. اتفقنا؟ دائما تستخدم هاي الطريقة بالأعداد الكبيرة، بس إجاك أعداد كبيرة تستخدم الطريقة. خذوا استراحة 55 ثانية. صورات؟ إيه سجلات. نعم نزل. صور؟ إيه. هلا بعدهم. وصلنا. لا ان شاء الله بنلحق اليوم بريح. كل الاحوال خلينا نبدا بتمارين جميله. اسرع اسرع، انا كنا عم نستناك، الطلاب برضه يبداوا ما تجوا اسرع.
يلا نبدأ بأول تمرين. طبعا تمارين بسيطة. هذا المقدار سالب السبعة، هي بتروح السالب ولا بتخليه؟ بيظل مثل ما هو صح؟ وبيظل عندي هون 2 بالأس 7 زائد هذا السالب في فوقه أس زوجي أو شيء؟ لا بيطلع لبرا. هو ليش حطيت زائد أنا؟ ضرب سالب ضرب. هذا السالب في فوقه شيء؟ لا كمان راح يطلع لبرا. هون عندي 2 بالأس 4 وهون عندي 2 بالأس ناقص 2. بصراحة كل اللي عملته أنا بس إني طلعت السالب لبرا، وأنت كان فينك تطلعهم بعقلك من دون ما تكتب. هلا هذا السالب، اي هذا السالب في فوقه شيء؟ هذا السالب لا فبيضل برا، و2 بالأس 6. هذا السالب في فوقه عدد زوجي ولا فردي؟ زوجي، معناته بيروح. هذا السالب بيروح وبيضل معي 2 بالأس ناقص 2. هلا سالب ضرب سالب موجب راحوا، وسالب تقسيم سالب موجب كمان شو صار فيهم؟ راحوا. والدليل انه جوابك موجب صح. هلا 2 بالأس 7 ضرب 2 بالأس 4 2 بالأس 11 ناقص 2 2 بالأس 9 على 2 بالأس 6 ضرب 2 بالأس ناقص 2 2 بالأس 4. قسمة القوى طرح الأسس 9 ناقص 4 5. 2 بالأس 5 دائما كم؟ 32. حد عنده مشكلة؟ تمام؟ اتفقنا؟ طيب تيل للبعدة. هذا التمرين فينا تحله بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى إنه كل صفر من هدول الصفار شو بيعمل بالناقص 12؟ بينزل مرتبة صح؟ أو بيزيد مرتبة إذا بدنا نحكي بالإشارات. هون عندي كم صفر؟ أربع صفار، فبتنكتب 36 ضرب 10 بالأس سالب 8 صح؟ سالب 11 سالب 9 سالب 10 سالب 9 سالب 8. كل صفر من هدول الصفار قلل قيمة العشرة أس ناقص 12. هلأ على العكس تماما هون، هون عندي كم رقم بعد الفاصلة؟ أربع أرقام، هدول بيزيدوا قيمة الناقص أربعة أو بنقصوها. شو بتصير؟ ناقص 8. هون طرحت ليش؟ لأنه بعد الفاصلة. أما هون الناقص 12 صارت ناقص 8، يعني ضفت لأنه بعد الفاصلة. أو بعد الفاصلة وين صارت؟ هون، هون صارت صح؟ إذا قبل الفاصلة هذا العدد الناقص 12 بيزيد، شو بصير؟ ناقص 8. أما هون بعد الفاصلة شو بصير؟ الناقص 4 بتنقص بصير ناقص 8. هلو بيروحوا مع بعض، شو بضل معي الجواب؟ 3. عددين بأس زوجي يا عبد الله وبيساوي الصفر، شو معناها؟ معناها x ناقص 4 شو بتساوي؟ صفر. و3 x ناقص y ناقص 1 شو بتساوي؟ صفر. حكينا عنه قبل شوي، إذا كان عندي x مربع زائد y مربع يساوي الصفر، معناتها x تساوي y وهذا كله شو بتساوي؟ بتساوي الصفر. من هون بستنتج انه x كم؟ 4. اذا كانت 4 صار عندي 12 ناقص 1 11، معناتها y شو بتساوي؟ 11. هو بده x ضرب y، يعني 4 ضرب 11 بتعطيني 44. حد عنده سؤال؟ اللي بعده. اي ارجع اقول لك. في ملاحظة كتير مهمة عشان التمرين اللي بعده. إذا كان عندي 2 بالأس X تساوي 3 بالأس Y، من هو العدد اللي فيني حطه بدال X وبدال Y؟ 3 2 3 2 بصير 1 0 0 حكما حتى 1 لا 0. 2 بالأس 2 بالأس 0 و 3 بالأس 0، ولو حطيت غير هيك أنت عم تقول 1 صح؟ 2 تساوي 3، مستحيل 2 تساوي 3 صح؟ معناته أكيد X و Y شو بيساوي؟ بساوي الصفر. تعالوا معناها اكيد هون x ناقص 2 شو بتساوي؟ y زائد 5 شو بتساوي كمان؟ بتساوي الصفر. معناها من هون x شو بتساوي؟ 2. ومن هون y شو بتساوي؟ ناقص 5. 2 ضرب ناقص 5 شو بتعطيني؟ ناقص 10. اتفقنا؟ تمام ادهم؟ أكيد ما حد يطلع من هون يقول أستاذ ما فهمنا. اللي عنده سؤال يسألنا. هذا التمرين بتحله بطريقتين، يا بتحله بطريقة العادية اللي هي إنك راح تنزل 17 لتحت وتوحد المقامات وتطرح وتجمع، أو بتقول جواب فورا 11. ليش؟
في عندي تمرين قديم موجود من هاج المتربول، شو بقول كان؟ بقول A على 1 زائد X زائد A على 1 في X زائد X ناقص 1 هذا الشكل، خليكم معي. هلا هذا شلون بينكتب؟ 1 على 1 زائد X عفوا A على 1 زائد X A على هي شلون بتنكتب؟ هيك تنكتب صح؟ واحد المقامات وتوحد المقامات X ضرب 1 X زائد 1 على X، الـ X تطلع لفوق تصير هيك صح؟ هدول عندهم نفس المقام وهون في شيء مشترك اللي هو A بيطلع لبرا، شو بضل جوا؟ 1 زائد X على 1 زائد X بيروحوا مع بعض، شو بضل؟ فأنا بستنتج قانون، شو بقول القانون؟ وإذا كان عندك هذا التمرين جميل فورا خذ البسط، مين هو البسط هون؟ خلاص جوابي باش، هذا قانون محفوظه بتكرر كثير هذا التمرين. إذا كان عندك على سبيل المثال شوف ممكن يصير تمرين كثير معقد اي بالأس 3 مثلا على 1 زائد ساين الاكس زائد اي بالأس 3 على 1 زائد ساين الاكس بالأس ناقص 1، انت لو حبيت تحل هذا التمرين بنحل بس راح ياخذ منك وقت كثير، ولكن انت اذا بتعرف القانون فورا شو بتكتب لي؟ بتكتب لي اي بالأس 3 وخلص. وقت بدك تحل عادي وقت بس التمرين مختلف، بس التمرين بس احنا عم نحكي على تمرين بهذا الشكل حصرا بس بكون ناقص ايوه لازم يكون هذا هون لحصل لازم يكون نفسه واحد وهون لازم يكون سبعة اكس بالاس واحد وهون اكس بالاس ناقص واحد نفسه. مين بيعطيني اقتراح نفرضه هلا الاستاذ أخذ الذاكرة وما عاد يفحل هذا التمرين، مين بيعطيني اقتراح لحل هذا التمرين؟ شو اللي بيربط بين التسعة الموجودة هون والخمسة؟ ولا شيء. بس في رابط بين التسعة ومين؟ وبين الخمسة وعشرين وبين الثمانية والاثنين، يعني الأمور مخربطة ببعضها صح؟ شلون بحل هاي الخربطة؟ بضربهم ببعض صح؟ بضربهم كلهم ببعض، يعني تسعة بالأس A ضرب 25 بالأس B ضرب 8 بالأس J تساوي 5 ضرب 2 ضرب 3 ضربتهم كلهم ببعض اتفقنا؟ 9 بالأس A شلون تنكتب؟ 3 بالأس 2 A 25 بالأس B شلون تنكتب؟ 5 بالأس 2 8 بالأس J شلون تنكتب؟ 2 بالأس 3 J شو الأس هون؟ بمعنى آخر مين بيعرف A تشقد؟ واحد على اثنين وبيش قد واحد على اثنين وجي واحد على ثلاثة صح. بالمقارنة شو الأس فوق الخمسة؟ واحد. بس شو في فوق الخمسة هون؟ اثنين بي، معناتها اثنين بي هي واحد، معناتها بي هي واحد على اثنين. بده آه ضرب بي ضرب جي، يعني نص ضرب نص ضرب تلت، شو بيعطوني؟ واحد على اتفقنا؟ دائما وقت بيكون في عندك روابط بمساواة مختلفة فبتعمل هاي الطريقة على طول مشان تقدر توصل بيناتهم. السابع قال لي انت المفروض تقول لي x تساوي y شو تساوي؟ تساوي الصفر صح؟ مثل ما قلت لك انا بشوي ما قلت لكم اذا كان 3 بالاس x تساوي 5 بالاس y تقول لي x تساوي الصفر، ولكن انا هون ايوه في معناتها مو حل هو الصفر اكيد يا سعد. مين بيعطيني اقتراح لحل هذا التمرين الجميل؟ طيب شوف شو راح اعمل. اول شيء التسعة مثل ما قالت رحيمة تنكتب هيك صح؟ والخمسة وعشرين تنكتب بهذا الشكل صح؟ ما هي؟ بمعنى آخر أنا المطلوب مني أنه أحسب 3 بالأس X على Y 3 بالأس X على Y 3 بالأس X على Y شو الفرق بين 3 بالأس X و 3 بالأس X على Y؟
مكسر يعني محطوطه بالقوه واحد على واي مجزوره بالاحرى هو جزر صح. بمعنى اخر راح اخذ انا هون خليني اكتب تحت لانه راح تلزمني مره ثانيه. بمعنى اخر شو راح اعمل وهي هيك انا ناقصني يكون في بالمقام شوفي فبيجي مو ما بضرب وباخذ القوه واحد على واي او باخذ الجزر من الدرجه واي. هلا اذا كان عندي قصين فوق بعض شو بعمل فيهم هذول يا عبد الله؟ بضربهم ببعض صح. والواي والواحد على واي شو بصير فيهم؟ بيروحوا. شو بيطلع معي؟ خمسة. معناتها هذا المقدار الجميل اللي كان عامل لي مشاكل شو طلع؟ خمسة للتربيع. طبعا واضح جدا بنفس الطريقه انه الخمسة هاي بالاسواي عليك شو راح تطلع؟ 3. يعني راح يطلع معي 25 ناقص 9 راح يطلع معي الجواب 16. اتفقنا؟ عرفت شلون اوجدت 3 من اس اكس على واي؟ المقام هون شو كان فيه؟ بمعنى اخر خد قوه او خد اس هو واحد على واي بيطلع معك المقام هو. راح ابعث لكم اياهم عم سجل وراح ابعث صور كمان كل شيء يعني ما في اي حجه للطالب. انا بعرف انه الطالب هون ما بياخذ الا 10% ال 90% خذهم من البيت من الصور من الفيديوهات. نفس الكلام هون ولكن بطريقه شوي اصعب منهم. الاس بي تساوي بي على السؤال اول شيء شلون فينا اوجد قيمة A او شلون فينا اوجد قيمة B او شلون فينا اربط بين هذا المقدار وهذا المقدار. لا بس هذا شوف الكل شغلة انا كنت عم بحكي عن اعداد عن اعداد صحيحة هو مو اعداد صحيحة اعداد صحيحة. شوف لك شغلة عندك هون A بالاس B تساوي B بالاس A. لو اخذت لو اخذت الجزر من الدرجه A جزر من الدرجه A ليش شو بصير معي الA والواحد على A شو بصير فيه؟ طيب B ضرب واحد على A شو بتعطيني؟ B على A صح؟ ما هيك؟ فهمت؟ مين هي البي على A؟ هي 3 على 2. بمعنى اخر صار هذا A بالاس 3 على 2 شو بتساوي؟ تساوي B. هذا اخذته من القاعده من القاعده الاولى او استنتجته من مين؟ استنتجته من هون. هلا لو عملت العكس انا راح ارجع عيده طلع معي B بالاس A بالاس 3 على 2 شو بتساوي؟ B. بيجي بسال حالي هلا انا مين هي B اصلا؟ مين هي B؟ هي 3 على 2 A صحيح؟ هذا المقدار بعوضه هون شو بيطلع معي؟ A بالأس 3 على 2 شو بتساوي؟ 3 على 2 A. هلا انا معي مساواة او معادلة بكم مجهول؟ مجهول واحد يلي هو A صحيح؟ هون A بالأس ايش قد؟ بالأس واحد. وهون A بالأس واحد ونص صح؟ قسم على A بالأس واحد شو بضل معك؟ A بالأس نص شو بتساوي؟ 3 على 2 معناتها A وحدة ايش قد؟ 9 على 4 ربع طرفين. شوف إذا كان معك A بالأس نص تساوي 3 على 2 حط هون تربيع وحط هون تربيع تربيع ونص شو بتصير؟ تصير A وحدة و3 للتربيع 9 و2 للتربيع 4. هلا بدي أوجد قيمة B بعوض هون بصير معي B تساوي 3 على 2 ضرب A طلعت معي A انا 9 على 4 صار معي هون 27 على 8 اللي طلعت معي. اوكي هلا مين هي B؟ 27 على 8 ناقص 9 على 4 واحد المقامات بدك تضرب هون ب 2 27 ناقص 18 على 8 وبتساوي 9 على 8. كيف حل هذا التمرين؟ اصلا لكم شو هو السؤال؟ خليك معي سعد وانس. السؤال شو عم بيقول لك؟
عمل لك اوجد ال 108 بدلاله اكس واي بدلاله ا وبي. عبد الله تجي تطلع ال 108 شو علاقته بالا والبي؟ بصراحه ما له علاقه، له علاقه بمين؟ بالثلاثه واثنين. ال 108 هي عباره عن 2 ضرب 54 صح؟ ال 54 هي عباره عن 2 ضرب 27، يعني بتنكتب 2 بالاس 2 و3 بالاس 3. ال 108 بالاس اكس هي عباره عن 2 بالاس 2 ضرب 3 بالاس 3 وهذا كله بالاس، معناتها هي 2 الاكس بتفوت لجوا، 2 بالاس اكس للتربيع ضرب 3 بالاس اكس للتربيع صح؟ 2 بالاس اكس شقد هي بي للتربيع، ب مربع، 3 بالاس اكس هي ا للتربيع، وانت تكعيب هون 3 هون. اتفقنا؟ حد عندك سؤال؟ عندك سؤال عائشة؟ ادهى ابو موبايل فهمتوا؟ اللي بعده واحد على ام بالاس ناقص ان، شو بنكتب هذا؟ ام قوة ان، بنكتب ام قوة ان، شو بتساوي؟ تساوي 81 بالاس ناقص واحد، او بتساوي 3 بالاس ناقص 4 صح؟ لانه 3 بالاس 4 شقد 81. هلا المطلوب مني اني اوجد اصغر مجموع لام وان، فهون نحن نفوت بنقاشات. النقاش الاول ان تكون ام بالاس ان، اول شيء هي 81 بالاس ناقص 1، شو بيكون مجموعهم هدول؟ شو تكون ان بهالحاله هي ناقص 1 وام شد مجموعهم 80 صح؟ اللي بعدها ان تكون ام بالاس ان بتساوي 9 بالاس ناقص 2 صحيح؟ 9 اس ناقص 2 شو بتعطيني؟ بتعطيني 7 صح؟ هذا احد الخيارات لسه. ناقص 9 اس ناقص 2 ناقص 9 اس ناقص 2 شو بتعطيني؟ بتعطيني 81 اس ناقص 1، لانه هذا السالب شو بصير في هذا السالب؟ بيروح ما له معنى. شو مجموعهم هذول؟ ناقص 11. في عندي خيار اخر طبعا جواب لقينا قدامنا، هو 3 اس ناقص 4، هذول شو مجموعهم؟ ناقص 1. ولسه في عندي كمان ناقص 3 اس ناقص 4، هذول شو مجموعهم؟ ناقص 7. عندك كل هاي الخيارات ولكن لازم تختار اصغر واحد فيهم. من هو اصغر واحد فيهم؟ ناقص 11، وتكون ام ناقص 9 وان ناقص 2. طبعا الفخ في هذا السؤال، شوف متاكد انا 100% راح يكون حاط لك ضمن الخيارات هذا الخيار وهذا الخيار. انت راح ان شاء الله ما تنسى، بس المشكله انك تتذكر انه هون شوفي في ناقص، هون في ناقص، يعني انت ما بس عندك خيار 9 اس ناقص 2، عندك خيار ناقص 9 اس ناقص 2، اثنيناتهم دول متساويين عند نفس الجواب، لا تنسى ان شاء الله ما تنسى. وانت حط ببالك دائما اصلا كل سؤال بيسالوك اياه بيكون الا فيه فخ او فيه شر، يعني كل احوال هي 3 من اصل 3 من اصل 100، او بتنكتب 3 ضرب 10 اس ناقص 2، وهي بتنكتب 3 ضرب 10 اس ناقص 4، وهي بتنكتب 9 ضرب 10 اس ناقص 3. شوف 3 ضرب 3 9 ضرب 9 10 اس ناقص 2 و10 اس ناقص 4 10 اس ناقص 6 وناقص 3 10 اس ناقص 9 صحيح؟ في عندي قيمة لـ x هي 9 ضرب 10 اس ناقص 5، هلا انا عندي هون كم 9؟ 19، هي التسعة الأولى وحطيت معها 10 اس ناقص 5، وهي التسعة الثانية حطيت معها 10 اس ناقص، ما عندي ناقص 5، شو عندي؟ ناقص 4، بيجي بحط هون 10 وبحط هون ناقص 5 تمام؟ شو عملت هلا أنا؟ هلا 10 ضرب 10 اس ناقص 5 شو بتعطيني؟ ناقص 4، معناته ما غيرت شيء صح؟ هلا هي العشرة هذا المقدار شقد وهذا المقدار اكس، شقد صاروا؟
اكس مربع صح؟ اللي بعده ادهم ادهم شو عم بيقول بقلبه؟ ما؟ لا لا ما ضربنا اثنين. لو ضربنا باثنين ما بصير شيء. نجمع ما نستفيد شيء، مع الضرب ما بنستفيد شيء. نضربهم ببعض لانه صح. حكي سعد صحيح، سعد شو عم بيقول؟ عم بيقول مين هي الستة بالاصل؟ هي 2 بالاس اكس ضرب 3 بالاس اكس صح؟ تتوزع الستة هي 2 ضرب 3 والعشرة هي 2 ضرب 5 وال14 هي 2 ضرب 7 وهذا كله شو بيساوي؟ ايه طيب طيب قسموا بدنا نروح هون كله هون واي هون زد اخي ليش مصرت حط اكس عارف ليش لانه ما لها فائده نفس الشيء زد تساوي 104 هلا شو راح اعمل تعال اكتب هاي تحتها هذول لو قسمتهم على بعض 2 بالاس اكس 3 بالاس اكس 3 بالاس اكس شو راح يصير فيهم؟ روح 5 بالاس واي و5 بالاس واي 7 بالاس زي و7 بالاس زي بروح شو بضل معي فوق؟ 2 اكس يلا راح 2 بالاس 2 بالاس زي 144 تقسيم 9 هي 90 56 16 صحيح؟ هلا ضرب القوى يعني 2 بالاس اكس ضرب 2 بالاس واي ضرب 2 بالاس زي بتجمعهم مع بعض صح؟ 16 هي 2 بالاس 4 معناتها واي اكس وزي شو بيساوي؟ بيساوي 4 فهمت؟ فهمتي صفا؟ كم اكس بالاس اكس عندي هون؟ 4 لو قررت اني اقسم على 4 شو راح تصير هاي؟ 2 بالأس 24 صح؟ لأنه الأربعة هي 2 بالأس 2 نقصة 26 2 صار 2 بالأس 24 هلأ عندي X تساوي X يعني هدول قد بعض فأنا لازم أجرب X بالأس X هي نفسها 4 بالأس 12 صح؟ أخذت من 24 أخذت منها 2 وحطيتها تحت صار 2 بالأس 12 لسه ما صاروا قد بعض شو عندي احتمال آخر؟ هذا الاحتمال الجميل راح اسحب من ال 24 شو اسحب منه 3 2 بالاس 3 ايش قد 8 وشو بضل من ال 24 كمان بضل 8 يعني هي هيك بتنكتب 2 بالاس 3 بالاس 8 هي 2 بالاس او 2 بالاس 3 من هي 8 بالاس 8 هدول نفس بعضهم نفس المقدار صار عندي هدول قد بعض 8 تساوي 8 معناتها اكس ايش قد X 8 اتفقنا؟ فهمت عبد الله؟ اسألني فهمتوا؟ أولي كم X في الأس X عندي؟ أربعة أربعة قسمت على أربعة راحوا هلأ هاي الأربعة هي 2 بالأس 2 قسمة القوى طرح الأسس 26 ناقص 2 24 صح؟ مكفي يلا اللي بعد أعطوني فكرة يلا انت بنجمع الاولى بالثانية استاذ بتروح الخمسة اس سالب اي بتضل اثنين اس بتضل اثنين في خمسة اس اي تساوي اكس على واي اي زائد واي واكس ناقص واي مين هي؟ هسه تحت بنحللها واي ناقص اكس واي زائد اكس واي مربع ناقص اكس مربع مين هي؟ هي y ناقص x في y زائد x صح؟ مين هي ال y زائد x مثل ما قال أمير؟ بنجمعهم مع بعض هدول شو بصير فيهم؟ بيروحوا بيضل معي 2 ضرب 5 بالأس
اه صحيح. طب واذا طرحتهم من بعض الخمسة اه والخمسة اه بتروح، شو بتصير اشارتها؟ انا عم بطرح واي ناقص اكس صح؟ يعني هي بتصير زائد صحيح؟ انا عم اقول ناقص اكس يعني هذا ناقص، صار عندي 2 ضرب 5 بالاس ناقص اكس صح؟ هلا 2 ضرب 5 بالاس اه ضرب 2 ضرب 5 اس ناقص، هدول المقدارين الجميلين شو بيعطوني؟ 1 2 ضرب 2 4 صح؟ لانه دائما انا اذا كان عندي اكس بالاس اه ضرب اكس بالاس ناقص اه شو بيعطوا؟ بيعطوا 1. اتفقنا؟ اللي بعده يلا هذا بشوي تمرين قبل شوي نفصلهم يعني واحد فوق خليها ضرب وواحد خليها ضرب. يعني قصدك مرة بنقسم مرة بنجمع؟ لا اللي فوق عشان هو بده اكس قوة زائد اكس قوة بي يعني بده تنتبه لا هو مش الـ MG شلون لا مستحيل اللي فوق اكس اكس قوة زائد اكس قوة بي زائد لا ضرب لحتى ضرب ايوه اللي تحت صح برافو عليك صح. انا شو راح اعمل هون لحتى اوجد اكس بالاس اه لحتى تروح البي مع البي فلازم اضرب هذول المعادلتين ببعض صح. تعال نضربهم ببعض وقت بضربهم ضرب القوى جمع الاسس يعني راح تصير اكس بالاس اه زائد بي زائد اه ناقص بي صح. شو بتساوي 36 هاي ناقص ب وزائد ب بيروحوا بصير معي اكس بالاس 2 اه شو بتساوي 36 معناتها اكس بالاس اش قد اكس بالاس اش قد 18 شو قد 6 شوف اكس بالاس اكس بالاس 6 راح اخذ هون الجذر صح. وقت باخذ الجذر شو بصير مع هاي الاثنين بتروح شو بضل معي جذر 36 ايش قال بس حط ببالك شغله اكس بالاس 2 ار هي نفسها اكس بالاس ا للتربيع اتفقنا عليها باول الدرس انا عندي تربيع معناتها هي تربيع صح. طيب خلصنا اوجدنا اكس بالاس ا هلا بدي اوجد اكس بالاس ب عكس العمليه بدال الضرب شو راح استعمل راح اقسم أصير عندي x بالأس a زائد b ناقص a زائد b عم بطرح a زائد b ناقص a زائد b شو بتساوي 9 على 4 أنا عم بطرح بتروح الناقص a مع ال a شو بضل معي x بالأس 2b شو بتساوي مين بيعطينا x بالأس b شو قد 3 على 2 حفظتوها تمام. هلا بدي اكس بالاس ا زائد اكس بالاس بي يعني 6 زائد 3 على 2 2 ضرب 6 12 زائد 3 15 على قد 15 على 2 رجعت سلوفين بالبيت اول مره ضربت وثاني مره شو عملت قسمت. اللي بعده ناقشنا الفكره كثير حلينا منه راح نحله هلا مره ثانيه. الاحتمال الاول اه هون في عندي شغله يا ريت يلا يا ريت حد يساعدني. هو ما طلع عندي واحد. شو عندي هون؟ عندي اكس. ما اذا اخذنا طيب بعد ما ناخذ ثلاثة يكفي بركي كانت. وبعدين؟ اكس ناقص خلص بصير اكس ناقص خمسة صار واحد. لا مو واحد. لا. بنقسم بعدين يا املا. نطرح من اللي خمسة اللي فوق. برافو عليك. راح اقسم ما عندي هون اكس ناقص ثلاثة، هون اكس ناقص ثلاثة. راح اقسم على اكس ناقص 3 بس طبعا ما بنسى الشرط انه اكس شو بتساوي وتاكد بالامتحان راح احط لك بدل هاي المجموعه راح احط لك هاي لانك راح ان شاء الله ما بتنسى بس حط ببالك انه انت عم تقسم دائما لازم تحط الحل اللي هو اكس ساوي. راح نقسم راح تصير هاي اكس ناقص 3 بالاس ايش قد اكس ناقص 6 بدل الناقص 5 راح تنقص لسه كمان واحد شو راح تصير
اكس اس ناقص 6. هلا راح نبلش المناقشات. النقاش الاول انه تكون اكس ناقص 3 شو بتساوي؟ 1 بالحاله اكس شو بتساوي؟ 4. الاحتمال الثاني انه تكون اكس ناقص 6 شو بتساوي؟ الصفر بالحاله اكس شو بتساوي؟ وبنتاكد هل هذا المقدار اللي هو صفر ما بيعدم الاساس، نحط 6 ناقص 3 3 مقبول. الاحتمال الثالث انه يكون x ناقص 3 شو بيساوي؟ ناقص 1، معناته x شو بتساوي؟ تساوي 2 صح؟ هلا في عندي شغله، x تساوي 2 لازم اتاكد هل هذا المقدار لو عوضته هون راح يضل زوجه؟ 2 ناقص 6 ناقص 4 زوجه، اوكي مقبول. معناته صار عندي كم حل؟ الحل الأول، الحل الثاني، الحل الثالث، والحل اللي موجود فوق 4 حلو. اتفقنا؟ بنلحق 10 دقايق نحل اللي بعدها صح؟ تعال نشوف. طيب نحل هاي وبتروحوا يلا. بس والله انتوا لازم تحلوها. لازم السؤال طيب. لكم هاي الصفحة مكون خلصنا الباقيين وظيفة. طبعا الوظيفة شو هي بالضبط؟ هي الصفحة الأخيرة والأعداد الفردية اللي ما حليناهم. هون في صفحتين بالأسود، التستات يعني التست مكتوب عليه التست 2 بعد هون الأرقام. لا بعدهم تست 2 ايه هدول وظيفة. تست 12 لا تست 2 والصفحة اللي بعد تست 2 تست 2 ولا تنسى ترجع تعيد الفيديو تبع هدول وتملي 139 عم تقول رحيمة. لا في 139 139 139 و140 هدول وظيفة بالإضافة لأنك ترجع تفرغ الفيديو يعني تفرغ التمارين على الكتيب. طبعا وعندك مدة طويلة بتسمح لك هاي المدة انك ترجع تعيده مرة تانية ومرة تالتة مشان تكون سريع. شو 139 و140 انتو ما عندكم ياهم، انتو ما عندكم ياهم، انت ما عندك 139 و140 انت حلوا الوظائف الدرس نفسه. اي حلوا هدول، حل الدرس حل الدرس حل التمارين كلهم. يعني انت حل 126 و127 و128 ما حل 129 لك. لا انتوا هدول الصفحات انتوا ما عندكم، انتوا عندكم بداله حتى ما عندكم فأنت إخبار في دين الدكتور الله. لا بجد ما. دكتور آخر موجود تمارين أخرى حلوة نفس الشيء. ما هي؟ يلا بعد إسناد خليك معي في هذا التمارين الجميلة. هذا المقدار بنكتب 27 من 1000 صح؟ 27 من 1000 بالأس 2 على 3 وال400 خليها مثل ما هي. ال400 من هو جزرة؟ من هو جزر ال400؟ 20 صحيح؟ هلا هذا المقام هو جزر ولا تكعيب؟ ولا جزر تكعيبي؟ جزر تكعيبي صح؟ المقام دائما هو جزر.
من هو جزء التكعيبي لل 27؟ 3. وجزء التكعيبي لل 1000؟ 10. لسه في عندي تربيع، 3 للتربيع 9، وهون شو عندي؟ 100. وهون شو عندي؟ 20 و 100 شو بيعطوني تحت؟ 5. معناتها جوابي 9 من 5. اتفقنا؟ اللي بعده، اللي بعده بلاحظ هون في عندي واحد، هون في عندي واحد، هون في 19 13 16 ناقص 13 جوابي شهر 7. اللي بعده هون عندي اكس تنتمي الى واي تنتمي الى وزد ينتمي الى زي، بمعنى اخر الاحتمال الوحيد من هو، وقت حكيت لكم قبل شوي قلت لكم انه 2 اكس تساوي 3 واي، فالاحتمال الوحيد انه اكس تساوي واي شو تساوي؟ تساوي 0. بمعنى اخر من هون بستنتج انه زي ايش قد؟ 2. من هون بستنتج انه اكس ايش قد؟ 1. اذا كانت اكس 1 معناتها واي ايش قد؟ 3 صح؟ ما هيك بالتعويض صار عندي 3 زائد 2 شد يعني 5 صحيح؟ فأنا دائما اذا كان عندي 2 بالاس اكس يساوي 3 بالاس واي وبينتموا لزي فلازم يكونوا يساوي الصفر. اللي بعده عندي هون نفس التكعيب، شو بعمل بهذا التكعيب؟ طالع لبرا بصير ار ناقص بي ضرب ار زائد بي، وهذا كله شو بنحط فوقه؟ بشيل الجزء التكعيبي. هلا اول شيء هي مطابقه صح؟ اه ناقص ب في ا زائد ب شو بتعطيني؟ ليه؟ لانه راح الالم بس استنى الالم. اي ا مربع ناقص ب مربع شو تساوي؟ 3 صح؟ هلا ا بتعرفوا شغله؟ بدي خليهم يعملوا ا ناقص ب في ا زائد ب بالضبط شو بتساوي؟ 3. 3 هو عدد اولي، معناتها ا ناقص ب تساوي 1 و A زائد B شو بتساوي؟ 3. بيجمعهم مع بعض بيطلع معي A شو بتساوي؟ 2. بيطلع معي 2 A بتساوي 4، معناتها A شو بتساوي؟ إذا كانت A 2 معناتها B إيش قد؟ 1 صح؟ هو شو بده مني؟ 2 A يعني 4 ناقص 1 شو بتعطيني؟ 3 صح؟ من البداية 27 فيش العوامل بـ A. لا 27 فيه لـ 3 و 9 قوة ثلاث يعني 2 ندرس شيء عشان نعطيه 27 هذا الواحد 3. الحكي اللي عم تحكي أنت هو نفسه اللي إحنا كتبناه كتابي، فهمت؟ يعني أنت بدك تحط هاي 3 بالأس 3 وتروح 3 مع 3 مع 3 وضل معك أ ناقص ب في أ زائد ب تساوي 3. ده التفكير لوحدك مختلف عن الشرح. الشرح أنت مضطر تكتب شغلات ما أنك مضطر وقت تفكر فيها ما أنك مضطر تكتب. شو بدي اعمل هون؟ هون عندي 2 اس اكس ناقص واي، هون عندي 2 اس واي ناقص اكس. اثنين على اكس على 2 اكس ناقص واي زائد 1 ناقص، فهي عملية طويلة راح نحلها شوي شوي. 2 واي على هذا بينكتب، شوف 2 أس واي ناقص إكس زائد 1 صح؟ شلون بينكتب؟ بينكتب 1 على 2 بالأس إكس ناقص واي زائد 1 صح؟ صحيح؟ بمعنى آخر 1 زائد 2 أس إكس ناقص واي على 2 أس إكس ناقص واي، تطلع هاي 2 أس إكس ناقص واي لفوق شو بصير عندي تحت؟ 1 زائد 2 أس إكس ناقص واي، هدول عندهم نفس المقام صحيح؟ فشو بصير فيهم؟ فيني اطرحهم من بعض، يعني بقول 2 بالأس إكس ناقص، هلا هدول بدهم يضربوا ببعض شو بصير بالواي والناقص واي؟ بيروحوا شو بصيروا؟ 2 أس إكس على 2 أس إكس زائد 1، 2 أس إكس ناقص 2 أس إكس شو بيعطيني؟ يعطيني 0. لاحظ شد اختلف هذا التمرين عن التمرين تبع قبل شوي، قبل شوي فورا قلت لي 17، هو ما فينك تقول لي فورا، هو حاط لك تمرين عشان يوقعك. تقول له مثلا 2 اكس
زائد 2 بالاس اكس زائد 2 بالاس واي اللي متقبل شويه. لا هذا التمرين بدك تحله بالترتيب. عملت هيك اخترت هذول. بدك تنتبه هون الجواب كم؟ الجواب صفر. اتفقنا؟ اللي بعده شوف، هون عندي 2 هون عندي 4 هون عندي 3 وهون عندي 9. الأربعة بالأس آ على ب شلون تنكتب؟ تنكتب 2 آ على ب بالأس 2، والتسعة تنكتب 3 بالأس ب على آ التربيع. خلاص 9 صار 3 بالأس ب على آ للتربيع. بمعنى آخر لو حبيت أنا أعرف 2 بالأس آ على ب ايش قد، مين بيعطيني 2 بالأس آ على ب ايش قد؟ اثنين أس آ على بي. بالنظر اثنين أس آ على بي. حرام عليك. ثلاثة أول ثلاثة. ثلاثة. هي ثلاثة صح؟ شوف 2 بالأس آ تساوي 3 بالأس بي، خون 1 على بي للطرفين. شو بصير بهدول؟ بيروحوا. وآ ضرب 1 على بي 2 بالأس آ على بي شو بتساوي؟ 3. خلينا نطلب شوي. معناتها بالحالة هاي شو صار عندي هون؟ 3 للتربيع، شو قد 3 للتربيع؟ 9. طيب بسألكم سؤال، مين هي 3 بالأس ب على آ؟ هي 2 للتربيع 4. شو بيعطيك؟ 13. أنت المفروض توصل لمرحلة أنك تحلوا هذا بالنظر، يعني فورا تعرف أنه 3 للتربيع زائد 2 للتربيع شو بيعطيك الجواب؟ 13. شو هذا عندكم إياه كامل ولا ناقص؟ خلصنا إلا شوي. شو اسمه الشاب محمود؟ لأ أنا راح أتخيل إنه هيك، افترض إنه هاي غالبا هيك صح؟ تعال نرجع. في عندي هون 3 وهون شو عندي؟ 4. بس هون عندي 16 هون عندي 3. ما إن شاء الله تكون هاي 3 ما تكون 9. في احتمال تكون هاي 9؟ لا 3. يلا 16 تنكتب 2 بالأس بالأس 4 صح؟ معك هون شو راح أحط؟ 4 زائد 3 بالأس آ ناقص 1 على ب زائد 1. سألكم سؤال، مين هي 2 بالأس ب زائد 1 على آ ناقص 1؟ 4. لا مشان سهل عليكم الموضوع، على اعتبار هون ما عندي 2 عندي 4، راح أحط هون 4 وهون 2. يلا مين هي 4 بالأس ب زائد 1 على أس ناقص 1؟ مين هي؟ 3. 3 للتربيع 9 زائد. مين هي 3 بالأس أ ناقص 1 على ب زائد 1؟ 4. هي 4. شو صار مجموعه؟ 13. اتفقنا؟ آخر واحد بيعطيني الجواب بالنظر. اثنين. صح. اثنين. تحت الأربعة صح. مين بس حد تاني بيعرف؟ مين بيوضح لنا ليش؟ اثنين. شوف أنا بشوي وقت حكيت عن التمرين هذا. شو اشترطت إنه يكون ال أن يكون في واحد صح؟ شرطنا شرطنا أن يكون في واحد صح؟ هم ما عندي واحد، شو عندي بدل واحد؟ عندي 4. والمشكلة الثانية أنه هدول مو عكس بعض حتى الآن، بس وقت بطالع الأربعة لبرا، بطالع الأربعة لبرا من هون، هي شو بتصير؟
واحد وهي تطلع كمان تطلع اذا طلعت الاربعه شو بيطلع؟ بيطلع هذا الواحد صح؟ بصير معي 8 على 4 اس اكس ناقص واي زائد 1 زائد طبعا هي 8 راح تقسم على ايش قد انا بعد ما طلعت الاربعه؟ ما طلعت من هون 4 8 تقسيم 4 صار 2 هون عندي 2 كمان طلعت هاي الاربعه وطلعت هذا الواحد طلعت هاي الاربعه ضرب بدالها 1 شو صار معي؟ 4 بالاس واي ناقص اكس واي ناقص اكس هي عكس مين؟ اكس ناقص واي معناتها الشروط كلها محققه هلا صار فيني اخذ البسط مين هو البسط؟ اتفقنا؟ شكرا امير هذول راح ابعث لكم اياهم هلا Thank you.